السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير. يا أهلا وسهلا المشاركين الجدد منورين قناتنا. تم اليوم الكشف عن صور تجسسية لتويوتا اف جي كروزر موديل 2023 كونسبت كهربائية كما تلاحظون، وهي تحت الاختبار، وقد تم الكشف عليها من ضمن 15 سيارة تم الكشف عليها من قبل شركة تويوتا ولكزس في اليابان لسيارات الكومسن كروزر اي اف الكتريت فولد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس للتنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.